البرلمان الأوروبي يجتمع على مشاكل داخلية تاع الشعب الجزائري، والتقرير اللي تقدم في هذا المجلس كلها تقارير مشات منا من الجزائر. لما تقرأ واش ناقشوا اليوم في مجلس في البرلمان الأوروبي، يعني الشيء اللي نسمعوه لهنا ونقراه في الجرائد تاعنا، هذه قلت انا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خلي الشعب نتاعنا باش يعرف الحقيقه، ويعرف اللي يكذبوا على هذا الشعب، ويعرف وشكون اللي راهو مع الديمقراطيه وشكون اللي راهو ضد الديمقراطيه، رغم يتغناو بها. لان الجزائر احنا عندنا مواقف، ونرفض هذه الاجندات الخارجيه باش تتفرض على الجزائر. ونتمناو ان نعطيه درس للعالم من خلال الانتخابات تاع 12 ديسمبر، وهذا هو الجواب نتاعنا، وهذا هو الشيء اللي يرفع رؤوس الجزائريين. احنا في حياتنا كل من الثورة للاستقلال وحنا نعاون، وحنا نساند في الشعوب باش تتحرر، ونكون لهم في الإطارات، ونزودوهم بالأسلحة بدون مقابل، بدون مقابل. الله غالب، هذه هي الجزائر.